السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين برنامج شكل تاني، ومع تالت حلقة وبشكل تاني خالص معايا مايسترو اللغة العربية، مدرب اللغة العربية، ومفاجأة البرنامج اللي نورني وجاي مشوار يعني طويل. أنا بشكره طبعا لحضوره البرنامجي، ومدرب على المنظومة الجديدة، وأقدم لكم مفاجأة برنامج شكل تاني، مستر عادل المنشاوي مايسترو اللغة العربية. نورت الدنيا. اهلا بحضرتك يا مستر رانيا. وضيفي التاني أستاذة إيمان صبري، مدرس تأسيس. نورت الدنيا يا حبيبة نورك قلبي. يا حبيبة قلبي. أستاذة إيمان، أنا عارفة إن كنت حضرتك في المملكة العربية السعودية، ايه نورت الدنيا نورك يا حبيبتي. ونورت مدينة الإنتاج الإعلامي. تسلمي لي. مستر عادل، أول حاجة، أول ما نشرت خبر إن حضرتك موجود معايا بشكل تاني جالي أسئلة كتيرة جدا. حضرتك طبعا صاحب أكاديمية سيبويه. أول حاجة جالي إزاي أعلم ابني الحروف بالقصة، ودي حاجة جديدة، أنا أول مرة أسمع تعليم الحروف بالقصة. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا عاوزين نقول نقطه مهمه جدا يا جماعه، وهي ما ينفعش اقول ابني اتعلم حرف الا اذا كان بيتقن الحرف ده قراءه وكتابه واملاء، وبتعرف عليه داخل كلمه، وبتعرف عليه في وسط مجموعه من الحروف. فعشان كده لازم اعلم الطفل الحرف بشكل محبب، بشكل لذيذ. فانا عملت فكره كده ان انا لازم يكون في وصف محدد للحرف، زي مثلا نقول حرف الراء، واحد نونه يتزحلق تحت السطر مثلا، يعني حرف اللام بيبقى واحد مظبوط كده لحد السطر، واقف مستقيم مؤدب، بنحط على فكره قيمه نحاول قدر الامكان ما يعني شاء الله. لحد السطر، وقال لها يا ماما انا واقف مظبوط اهو بس انا كنت جعان. فقالت له ايه، طب خلاص طالما انت شاطر ومؤدب هندي لك طبق ما شاء كبير. الله. فحرف اللام اهو لحد السطر، وبعدين الطبق الكبير. حرف الصاد مثلا، القطه قلبت الطبق مشيت اعيط، ماما قالت لي ما تزعلش هندي لك ايه طبق تاني كبير. ما شاء الله. حرف السين مثلا بنقول ايه، طبق صغير ليا، طبق صغير لاخويا، طبق كبير لبابا. فكده انا بحاول اعلمه الحرف بشكل محبب بالنسبه له، يعني بقصه بحدوته كده. بيعرف. وغالبا احنا كل شغلنا غالبا سواء في الاملاء او في القراءه او في النحو غالبيته بالقصه والاغنيه. انا عرفت منكم ان الاستاذه ايمان وكيل اكاديميه سبواي في السعوديه. صحيح، ما ليا شاء الله. الشرف. طيب لو انت عندك نفس المشكله، جالك طفل ولسه هعلمه بدايات، اول حاجه لازم اشوف مستوى الطفل ده عامل ازاي. يعني انا لازم اقيم الطفل مبدئيا الاول من اتجاه بقى تنميه المهارات وتعديل السلوك، ما شاء الله. واذا كان الطفل دوت سوي طبيعي ولا عندي مشكلات. الاول لازم انا اشتغل عليها كاخصائيه خاطب او كتنميه مهارات وتعديل سلوك. طبعا اذا تنمية الطفل ده مهارات دي اوكي مهمة جدا تمام للطفل. جدا ومعنديش اي مشكله خالص، يبقى انا لازم ابتدي العب على كل حته في عقليه الطفل ان انا اطورها بطريقه بسيطه خالص. انمي عضلات ايديه، اقويها، العب معاه على الحروف. طبعا استاذ عادل هو اللي هيعلمني ما بس شاء انا الله. الاول في حضانتي ببدا ان انا اعلم الطفل ازاي يمسك القلم، ازاي اقوي اعصابه بما ومسك ان بقى القلم ابني بتاعته ما ونطقه كمان. بيمسكش القلم، ارقي عايزة كويس قوي. اوجه سؤالي لمستر عادل، لو ابني ما بيحبش الكتابة أعمل إيه؟ تمام، الحقيقة الكلام ده أنا هوجهه لكل أم، كل أم ابنها اتعقد من الكتابة، اتخنق، قال لها يا ماما أنا مش عاوز أكتب. وده بيحصل كتير جدا، وده من أكتر الأسئلة اللي جت لي. لازم أنا أحببه في الكتابة، بلاش يا جماعة الأعمدة، وكمان للمعلمات، معلمات الأطفال، بلاش العمود اللي من فوق لتحت لحد ما الولد يزهق ويقول لك أنا كتبت الكلمة وكررتها مرات ومرات لما حفظتها أكتر من اسمي. طب ليه؟ يبقى أول حاجة بلاش الكتابة العمودية، ونبدلها بكتابة أفقية. دي أول حاجة عاوزين نغيرها. الحاجة التانية لازم الولد يبقى عارف هو بيكتب ليه، يعني مثلا ادمج واكتب، خلي مع الكتابة هدف تاني، ادمج واكتب، حلل إلى مقاطع صوتية، يبقى هو بيكتب عشان يحلل. صح، تمام، أو إن أنا هقول له مش اكتب ملل بخط بقى، جميل. ملل الكتابة بالظبط، دي مش ملل. بيكتب لازم وخلاص بدون صح. هدف، لأن أنا سمعتها من ولد بيقول لها كده يا ماما أكتب الدرس 3 مرات ليه، كانت مامته دكتورة. قلت لها عنده حق يا مستر، عشان يحفظ، وانا مش عاوزه يحفظ، انا عاوز ان الولد يأدي. عارفين هو لو نقل بقول له انت بتنقل عشان خطك يبقى جميل، جايب له جمله واحده وبقول له اكتب بخط جميل، كونه ان هو يكتب عشان عارف انه بيحسن خطه، فده هدف اوضح له الهدف.
كمان انا عرفت ان حضرتك يا مستر عادل بتدرب المدرسين او المعلمات على المناهج الجديده، صح تمام كده؟ تمام المعلومه دي صح؟ بالظبط. بتحرك بتنسقها ازاي، او ازاي بتتبع الخطوات ديت؟ تمام. هو اولا المناهج الجديده يا جماعه في غياب وعي كبير جدا عند اولياء الامور وعند بعض المعلمين، ان هو يقول لك ايه الكم ده، المناهج مش حلوه، المناهج ما بتوصلش. لا، المناهج بتوصل، بس المهم ابقى عارف النشاط ده غرضه ايه، صح. القصه المشتركه دي هو انا المطلوب مني فيها ايه. انا مطلوب مني فيها كلمات شائعه تبقى صح، موجوده، مطلوب مني فيها قيمه عاوز اوصلها. ده المنهج الجديد اللي احنا كلنا زعلانين منه وتعبانين، وايه المنهج الجديد ده؟ بالظبط مستر عادل بيوضح نقطة المناهج الجديدة اللي الناس اللي زعلانة منه، هو بيدرب على المنهج ده. تمام. انا سمعت يا مصرانية حد بيقول لي ايه، حرام عليهم يدوا الطفل اربع درس اربع صفحات وهو لسه في سنه اولى. يا نهار هو ابيض، مش عارف هو ما يعرفش. انها قصه عباره عن قصه بيسمعها الولد عشان اوصل للفهم المسموع، بطلع منها كلمات بياخدها بشكل كلي، بعلمها الطفل بشكل كلي طبعا الى جانب الاطراف الجزئيه، ولكن انا بدي كمان التدريب، بدي كمان التدريب للمعلمات عشان اعمل ايه، اعمل ميكس ما بين الطريقه الجزئيه اللي هي طريقه اقرا بتاعت سيبويه وبين المناهج الجديده، بحيث ابني يدخل المدرسه بيقرا كويس جدا كلمات وجمل وجمل وقصص. استاذه ايمان بقى، طبعا لو نفس السؤال اللي انا سالته من مستر عادل، جالك طفل ما بيحبش الكتابه، لازم ناخد التعليم في الحضانه كلعب، يعني لازم ندمج اللعب مع الدراسه، يعني لازم يبقى عندي الطفل الاول يحب التعليم عن طريق اللعب. صح، مستر عادل علمنا احنا كمعلمات انه ندي للطفل الحرف، ومش بس نكتب، ومش بس نقرا، ومش بس نسمع، مش بس بورد بنكتب صح، عليها وهو بيسمعني يعني انت بتنمي وخلاص. مهارات الطفل عندك في بشتغل على الحضانة. الحرف بكذا خطوات تعلمناها مع مستر عادل، ان احنا نرسم الحرف على الهواء، ما شاء دي من الله ضمن مستر الالعاب، عادل قيمة وقامة. نحفره في رمل، في ملح بقى، في دقيق، الام تعمله باي شكل، ممكن مكرونه في البيت الام تعمل بيها، أي ممكن تصنع نشاط، عجينه سكر تحبب الطفل. بس في حاجات مهمه كتير قوي، عجينة سكر. عجينه سكر الام ممكن تصنعها في البيت بديله للصلصال اللي بره، تمام، وممكن تشترك الطفل معاها ان ده هو احنا يعملها عايزين بايديه في حلقات بقى البيت. يا ميس ايمان. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هنكمل باذن كتير الله. في المجال ده ان شاء مستر الله. عادل، سمعت كده حكاية عن سيبوي، ايه حكاية جرعة سيبوي؟ تمام. هو احنا في فترة كورونا كده والناس قاعدين، وعلى فكرة في الوقت ده ما كانش في حد لا بينزل ابنه ان هو يتعلم في اي فعلا مكان، دي كانت ده كلها حقيقة كانت عشان مقفولة، الأزمة. الناس كلها كانوا موجودين في البيت. فانا فكرت ان حضرتك كأم ازاي تحلي مشكلات ابنك في البيت سواء في القراءة او الاملاء. تمام. فعملنا فكرة الجرعة. الجرعة ليه سميناها جرعة؟ جرعة عشان الجرعة فيها التزام، فيها دوام، فيها متابعة، فيها تواصل. تمام. اما الدكتور فيهاش بيكتب له جرعه، ملل، بالظبط الدكتور بيكتب له جرعه معينه من العلاج انا لازم اكملها تكملها للنهاية. بالظبط عشان اجيب نتيجه. تمام، فهي الجرعه ان انا الاول بملي ابني سواء كان في القراءه او في الاملاء. لو في الاملاء بملي ابني اطلع مشكلاته، طلعت مثلا ان ابني عنده مشكله المد بالالف، فانا تمام، هعمل ايه؟ هعمل مجموعه من جرعه من الكلمات اليوميه اللي فيها مد بالالف تمام، هملاها له. عشان ما ينساش. بالظبط وبنتكرر الحاجة أكتر إيه؟ من مرة، عشان هو ما ينساش ويتعلم أكتر. بالظبط كده. فهو كل يوم ابدا شغال على الكلمات دي قراءه واملاء لحد ما احل المشكله وابدا اعمل ايه، اتنقل على مشكله تانية. ففكره الجرعه ان انا بنفسي ببدا اجمع مجموعه من الكلمات اللي بتعالج المشكله اللي عند طفلي. بالمناسبه احنا الارقام بتاعتنا دي ان شاء الله موجوده، ولو حضراتكم مش عارفين تجهزوا الكلمات اللي بتساعدكم على حل المشكلات دي حضراتكم ممكن تبعتوا لنا واحنا هنساعدكم باذن الله ان في شاء كلمه الله سوايب باذن بكل الله. سرور انا يعني. عارفه برضك كمان يا مستر ان حضرتك عامل كتب، دي كتب اقرا بالظبط. حضرتك اللي معدها وكده. بالظبط. طب الارقام معانا على الشاشه، لو اي حد محتاج الكتب هيتواصل مع مستر عادل ان شاء الله. وعايزه اسال استاذه ايمان بقى واوجه لها سؤال، بما انك مسافره طبعا بره وعارفه يعني ايه غربه، واطفال يعني ايه في غربه مش في وطنهم، معاناة، ايه هي معاناه، طبعا انا عارفه، وده معاناة عشان كده الأطفال بتعاني. بتعاني، عشان كده انا حبيت اسالك السؤال ده، ايه مشكله الاطفال في الغربه؟
المعاناة اللي عندي مع أطفال الغربة إن الطفل بيبقى عنده فروق كتيرة قوي بين الطفل اللي موجود هنا في مصر وعايش في وسط أهله، عنده جده وتيته وقرايبه وأصحابه وكده، اللمة والاندماج. حتى الحضانات نفسها في مصر فيها عدد، فيها روح، فيها حاجات صحيح. كتير. لكن بره احنا كلنا في بيوت مقفولة علينا. الطفل ايه المشاكل اللي بيتعرض لها؟ الطفل اغلبه يا عندي فرط حركة، ده اللي بيمر عليه في الحضانة في خلال 5 سنين، يا عنده فرط حركة، يا عنده صعوبات تعلم، يا عنده نسيان فظيع جدا معقولة؟ جدا جدا. انت ممكن تقولي الحروف في 3 4 شهور وما بنخلصهاش. ليه بقى؟ بيبقى عندي عامل اساسي وهو الغربة، وعندي عامل تاني وهو البيت. يعني مستحيل انا او مستر عيل او اي مدرس في الدنيا يدي المعلومة في المدرسة او في الحضانة او في الاكاديمية بتاعتنا ويروح البيت ما بيحصلش اي حاجة من اللي احنا بنقوله، ما بيتابعهاش. فعلا فبالتالي انا ببقى عندي معاناة. لو الطفل ده هيحصل بنسبة 100% هو بالتالي لما بيبقاش فيه متابعة في البيت هو ما بيطلعش 50%. لكن لو انا عندي الطفل اللي بياخده معايا بيروح في البيت بيكرره، والام بتتابع زي هنا زي هنا، وزي ما احنا كنا بنعلم فعلا ولادنا صح، واحنا كانوا احنا اهالينا بنعلم بيتابعونا، صح. ده بيعمل لي بصي فرق شاسع جدا. طفل بيروح بياخد شنطته يروح البيت حط في البيت ويقعد على الايباد او على التابلت او السوني يلعب. بس بتجيلك الطفل عنده صعوبات نطق، صعوبات طبعا كلام، عشان الوحدة والغربة اللي هو فيها. اطفال بتبقى بتلبس دايبر لحد 3 4 سنين. يا يعني في بصي فرق السما من الارض بين طب اطفالنا هنا وهناك. فكرتي ازاي تحل المشكلة دي بتشتغلي او على الاطفال اقترحت من لها وهم بعد؟ صغيرين قوي. اولا لازم الام تعرف ان هي تعاملها مع الطفل مش بالرفاهيات الزياده. يعني الكلام ده مهم قوي والله، وكل اللي يعرفوني عن قرب وبيسمعوني كاولياء امور واصحابي عارفين ان انا دايما بقول لهم الكلام ده. الدلع الزياده قوي في الرفاهيات والشوكليت والسناكس وكده وطول الوقت فعلا دي صح. كارثه، خاصه الحلويات والسناكس من لا 7 هو بالليل دي بتعمل فرط عامة حركه يا رهيب ميس إيمان للاطفال. المفروض الأم تقلل السكريات في أكل الطفل، ايوه هو دي كارثه. ما انت لأن دي عايزه اقول لك كارثة بجد انا مستر ليه عادل. عارفه ده وليه انا السكريات لمسيه غير بتأثر على دراساتنا الأطفال، بقى مستر عادل. انا بيسموها السموم كتيتشر البيضاء. بشوف أيوة الطفل فعلا كل يوم الصبح، بشوف اللانش بوكس بتاعته، بشوف فطاره. صعب. الطفل بياكل حلويات طول الوقت بالظبط. الطفل ما بيعرفش يقعد والله بدون مبالغه، ما بيعرفش يقعد. دي يعني مشكله. صعب جدا المشكله التانيه النطق. المشكله الثالثه ان انت بيقابلك فرط الحركه، ده بيبقى فيه مشاكل كبيره جدا أكيد. ومحتاج الام تتابعه تهتم بيه، تديله حنيه، تديله احتواء، تديله اهتمام، وتشتغل عليه تعليميا مش الكترونيا. فعلا الكترونيا دي لا احنا دي رسالة بنضيعه. عايزين نوجهها من دي خلال اهم نقطه البرنامج. انا طالعه من البرنامج عاوزه اهتم جدا بيها. كل ام في فعلا غربه رجاء الالكترونيات ما بتربيش، الالكترونيات بتضيع. في اطفال بتتعالج في معاهد صعوبات تعلم وعند اخصائيين تخاطب بيدفعوا مبالغ كبيره جدا عشان الطفل ينطق. احنا اللي ربطنا لسانه. احنا ليه ولادنا في مصر بيبقى عنده 5 6 سنين وعند فعلا. مستر عادل اكيد بيكتب وبيقرا جمل، ما احنا هنرجع بقى هناك ما لمستر بنعرفش عادل، حروف. يعني نرجع ما بقاش بقى لسه لمستر عارف حروف. عادل واسألك سؤال هو طرأ في بالي دلوقتي، النحو. بما اني بقى معايا مايسترو اللغة العربية ومدرب، ايه مشكلة النحو عند الأطفال أو عند الأمهات وازاي نحلها؟ تمام. هو أولا النحو بيسموه القواعد، تمام؟ تمام فهي القواعد دايما بتكون تقيلة شوية، فعلا فأنا إزاي أخليها محببة للطفل إن أنا أقدمها بشكل مش تقيل، صح بشكل سلس. فعلا يعني هي صعبة، فعشان أنا أشرحها أو أوصلها للطفل لازم أقدمها له بشكل سلس بشكل بسيط. فمثلا إن أنا عملت كده، أنا عملت برنامج كامل لتوصيل النحو المرحلة برنامج الابتدائية بالظبط من الألف للياء، من تمام. أول الكلمة الملكة كلمة لحد الأفعال الخمسة دي والنعت والحال. قصص ولا أغاني؟ و قصة أغنية، قصة قصة أغنية. أغنية. وبالمناسبة عشان بس فكرة القصة والأغنية، ممكن حد يقول لي هو الولد احكي له القصة واغني له كده اتعلم نحو؟ لا يا فندم، القصة انا بستخدمها مدخل للموضوع النحوي، تمام؟ تمام والأغنية بتبقى عبارة عن تلخيص القاعدة بشكل بسيط. حلو جدا. يبقى انا بعمل ايه؟ القصة مدخل عشان يسمع. القصة مدخل اللي يعني هو ألفت نظره بالظبط اخليه يتشد لي وينجذب لي وبعد كده اكمل. بالظبط. تمام يعني مثلا بدل ما اقول المفعول المطلق هو اسم مأخوذ من لفظ فعلا فاعل. والله. انا عايزه بس النهارده مستر عادل معاك الكاميرا وتوجه كلمه للمدرسين. بالظبط. يعني انا يا جماعه اللي عاوز اقوله ان دايما يعني في حتى عندنا استراتيجيه في المناهج الجديده يقول لك ايه؟ ارى بوضوح. ارى بوضوح ايه؟ بدل ما تقول له النهارده عندنا المفعول المطلق، تعالى مفعول مطلق وكذا، لا قول له، لا قول له دلوقتي ارى بوضوح.
المفعول المطلق في مدينه النحو، قربت منه صح، بساله شفت عملت ايه، عملت حوار ده مثلا، صح هي دي مش القصه بتاعتنا تمام، بس انا بقول مثلا يعني انت بتقرب وجهه النظر بالظبط. يعني انا دلوقتي عملت عمليه تشخيص بيسموها في البلاغه كده، ان انا المفعول المطلق ده تخيلته كانه شخص فقربت منه، بقول له انت هنا ايه؟ قال لي هنا انا اللي باكد اي معلومه، انا اللي باكد اي معلومه، اي معلومه تيجي تقولها لي انا اللي هاكدها لك. ازاي مثلا؟ انت بتديني مثال اهو، ذاكر الولد مذاكره انا، تمام؟ ما شاء الله. طب اديني يعني المفعول المطلق هو اللي بيتكلم، هو اللي بيديني امثله. طب وريني بطاقتك، بطاقته هتبقى هي القاعده. فاخدت البطاقة بطاقه المفعول القاعدة. المطلق لقيت مكتوب فيه كده المفعول المطلق هو اسم مأخوذ من لفظ الفعل. يبقى انا عملت ايه؟ انا بدات بقصه، خليت الولد معايا كده في سياق درامي مركز معايا، وفي الاخر انا بقول له القاعده، انا اصلا بقولها له اللي فعلا. هنكررها في الاخر تاني. وبعد كده المفعول المطلق نفسه ذكر امثله بس كتبناها على الطفل، السبوره. اصل الطفل دايما يا مستر عادل ما بيحبش الملل، ما بيحبش الحاجه المتكرره، صح ما بيحبش الحفظ، صح عايز طريقه جديده عشان يذاكر. بالظبط. استاذه ايمان، احنا قربنا نختم حلقتنا، عايزاكي الكاميرا قدامك وجهي رساله. والله انا من باب كمدرسه حابه ان كل ام تهتم جدا بطفلها من وهو لسه يعني نعومة الأظافر، من وهو عنده لسه 3 سنين وأقل. ابتدي ادمجي وقتك مع ابنك، ما تخليش ابنك لوحده وبس كده انتي شاغلة دماغك مريحة دماغك منه، ده باللفظ اللي بيتقال من تمام أولياء الأمور، ده مش صح خالص. من باب اللغة العربية أستاذ عادل طبعا يعني أفاد وأوجد. من باب الحساب أنا مدربة حساب ذهني كمان تبع منهج العباقرة الصغار، وشايفة ان دي حاجة بتفرق جدا مع تمام أطفالنا، الأطفال اللي من أول سن الدراسة لازم لازم ننمي ذكائهم. اما مشاكل الصحه النفسيه بالنسبه للاطفال والغربه دي حاجات هنعوز فيها حلقات كتير قوي طبعا. ان وهنعوز شاء الله يا نتكلم استاذه فيها كتير ايمان ان شاء هيبقى الله، لنا لقاءات هنقول معاكي مشاكل كتير وحلولها باذن الله احنا ان ومستر شاء عادل الله ومايك باذن رانيا الله، هيبقى حبيبتي لنا ان شاء الله 3 حلقات يا مستر عادل، تنورنا ان طبعا شاء في الله. المدينه، احنا بنتعبك معانا، احنا عارفين الله جايين يخليك سفر. طبعا، الف شكر نورتنا والله بكرة الله العظيم يسعدك، بجد، يعني افدتنا بجد. ربنا يسعدك. واي حد عايز يتواصل مع مستر عادل ارقامه ظهرت على الشاشه، واي حد عايز يتواصل مع ميس ايمان حبيبتي يا رانيا ارقامها تسلمي، ظهرت على الشاشه، نورتوني. حاجة ويا خير رب نكون ضيوف خفاف عليكم، وان شاء الله لينا 3 حلقات جايه كتير. بإذن الله. برنامجنا هدفه مش دعايه ولا اعلان. بشكر كل القائمين على قناه الصحه والجمال، بشكر مستر عادل اللي جاي من طنطا لحد هنا عشان يقول معلومه ورساله، وبشكر كل الناس، وبشكر استاذه ايمان حبيبتي وصاحبتي. حبيبتي يا رانيا وبالمناسبه تسلميلي يا انا رب، عايزه اقول انا اتعلمت على ايد مستر عادل المنشاوي، احنا الاثنين احنا استاذنا. الاثنين انا واستاذه ايمان. وبجد انا كان نفسي يعني الناس كلها تسمع رسالتي وتسمع صوتي، واقدم للناس نماذج بجد مشرفه، ونماذج بجد ما بتستغلش الناس، نماذج هدفها توصل رساله علم. بجد أنا بشكرهم وتحياتي، ويا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم، ويا رب يكون برنامج قريب لقلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني مع شكل تاني بكرة إن شاء الله. نورتوني.